الراديو 90-90 هواها مصري. باب رزق مع يسر الفخراني على الراديو 90-90. ربنا بيسبب أسبابه والدنيا بتمشي بتسهيله، في رقبتك في ناس تسابه يا تساعد حد يا تدعيله. شوف تقدر تعمل ايه وساعد الناس بتروح والخير قاعد، الخير مردود لعباد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ودائما بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من باب رزق على الراديو 90-90 هواها مصري. النهارده انا ببدا بقول حلقه جديده، هي الحقيقه الحلقه الثانيه لينا، لسه يعني بنبدا كده مع بعض ان شاء الله. بدايات تكون جميله نقدر نوصل بيها كل مثلا كام يوم كده ولا كام حلقه لنهايات سعيده. يعني مهم قوي عندنا اننا مش حلقه ونخلصها ونعديها، لا، دايما بنبدا عشان يبقى عندنا هدف نقدر اننا نوصل له، عندنا حلم عايزين نلمسه، عايزين نحقق حاجه كده تبقى في ايدينا نقدر اننا نحس بيها، نقدر اننا نقول عملنا حاجه. ان شاء الله دايما مع بعض هنقدر نعمل ده في باب رزق على الراديو 90-90 هواها مصري، لان دايما ان شاء الله يظل هوانا مصري في كل حاجة بنحبها في بلدنا، في كل حاجة حوالينا جميلة نقدر اننا ننميها، نقدر اننا نشوفها، نقدر اننا نحسها ونلمسها ونعيش بيها حياة سعيدة. وده الاهم، لان كلنا بنحلم في الاخر بابواب رزق كتير، لكن بيفضل الهدف الاسمى لكل حاجة احنا بنعملها في حياتنا اننا نوفر حياة سعيدة لينا ولعائلتنا ولولادنا وفي بيوتنا واللي حوالينا، هو ده الهدف الاسمى. خليني ارجع بس معاكم لحدث حصل امبارح واتكلمنا عليه امبارح، لكن الحقيقة يعني النهاردة كنت متصور انه ناس كتير هيتكلموا عنه اكتر. قدرتنا على ايدينا نشوف الحاجات الحلوة اللي بتتعمل حوالينا وفي بلدنا، وده جزء مهم على فكرة من باب رزق، اننا نشاور على الحاجات الحلوة، سواء الحاجة الحلوة دي عندك، عند جارك، عند زميلك، في بيتك، عند ابنك. خلينا ننمي رؤيتنا على اننا نشوف الحاجات الحلوة. بقالنا فترة طويلة كده قاعدين عينينا بقت بتتعود على ايه، بتروح على كل حاجة وحشة وقاعدين مركزين جدا عليها. امبارح الحقيقة في ثلاث محطات للكهرباء اضيفت لبلدنا لمصر. الحدث ده مهم جدا لان سيمنز اللي نفذت المشروع، شركة ألمانية كبيرة، توقفت عند هذا الموضوع وحسبت انه انجاز تاريخي في تاريخ هذه الشركة العملاق. ليه انجاز تاريخي؟ لانه الشركة دي عملت هذا المشروع المفروض يتعمل في حوالي 5 سنين، اتعمل في 2.5 سنين. اضيفت 3 محطات، 3 محطات دول اتعمل فيهم 5 مليون ساعة عمل، في 25,000 عامل مصري، عامل ومهندس وكل مصريين اشتغلوا في هذا المشروع على مدى 2.5 سنين، 5 مليون ساعة عمل. انا توقفت عند الرقم الحقيقة، يعني اكتر ما توقفت عند الاضافة اللي اضافتها المحطات، وهي اضافة 45% من الطاقة اللي كانت عندنا زادت 45%، اكتر حاجة توقفت عندها ان في 25,000 عامل اشتغلوا 5 مليون ساعة عمل على مدار 24 ساعة في 2.5 سنين. رقم قياسي عالمي كبير جدا جدا جدا. المحطات دي هتوفر
او ابتدت توفر فعليا على بقى كل مدى وهي يعني وهي شغاله كده 10,000 فرصه عمل، يعني 10,000 بيت وعيله وحياه متجدده بارقام جميله. امبارح في نهايه الحلقه برضو واحنا بنتكلم بعت لي الحقيقه احد العمال اللي شغالين او اللي اشتغلوا في بناء محطه بني سويف، اسمه ناصر السيد، بعت بيقول الحقيقه احنا بنشتغل 8 ساعات وعلى 3 ورديات، وكانت مهمه ناصر السيد في بني سويف هو وزملائه مهمه صعبه قوي 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 قوي، بس يعني فخور هو ان هو عمل ده لانه كان بيشتغلوا عشان يوصلوا جزء من مجرى النيل للمحطات دي علشان التبريد، فكانوا بيشتغلوا على عمق 40 متر من الجبل اللي موجود عليها المحطه بتاعه بني سويف. قد كده انجاز كبير بيضاف لبلدنا بايد عمالنا بايد اولاد بلدنا بايد كل واحد بيحب البلد دي عايز يعمل فيها حاجه كويسه. ناس هناك ناصر بيقول انهم كانوا بياخدوا مرتبات جيده وبيدعوا كل الناس اللي عايزين يشوفوا بلدهم اجمل ان هم يشوفوا ايه اللي حصل في محطه بني سويف وايه اللي بيحصل في المشروعات اللي فيها شغل قوي بهذا الكم من الحماس وهذا الكم من الفخر. انا حبيت ابدا بالحكايه دي ورساله ناصر السيد الحقيقه لانها بدايه بتخلينا ندور جوانا ندور حوالينا وندور في بلدنا على حاجات حلوه بتتعمل بالفعل. هنبدا بعد شويه، النهارده عندنا حلقه يعني فيها حاجات كتير، فيها حاجات كتير جدا انتظروها، لان كمان بنتكلم عن ازاي نقدر اننا مع بعض كده واحنا على الهوا نحقق احلامنا الصغيره. الاحلام الصغيره على فكره هي اللي بتعمل اللوحه الكبيره الجميله اللي كلنا نفسنا فيها، يعني الحلم الصغير ده هو اللي بيؤدي لحلم بعد كده وخطوه بعد كده لغايه ما يحقق لك كل ما تتمناه. احنا بنبدا من النهارده وهنمشي مع بعض زي ما وعدتكم امبارح خطوه خطوه، وهنشوف بعض في كل مكان، احنا هيكون وجودنا معاكم في كل مكان في مصر بما ان الراديو 90-90 وصل لكل مكان في مصر، فاحنا ايضا هنكون معاكم في كل مكان في مصر من خلال باب رزق. خليني اقول لكم بقى تكلموني على التليفون 2-18-10-8-66 والرسائل 1-90-9 وعلى صفحتنا على الفيسبوك. تعالوا نحلم او نفكر مع بعض، تحلم بايه؟ ايه حلم الصغير اللي انت بتحلم بيه؟ شاركنا، خلينا نتكلم مع بعض بصوت عالي، واي حد عنده حلم وفكره جميله يلا ايدنا في ايد بعض ونقدر ان شاء الله اننا نوصل لبعض ونعملها. في انتظاركم. غمض عينيك كده وفكر في حلم صغير بتحلمه دلوقتي، بتحلمه من فتره، بتحلمه لبيتك لاولادك، بتحلم بايه علشان تقدر تكمل الحياه؟ الحياه من غير احلام ما تبقاش حياه، الحياه هي بتخلي الانسان يعني مجبر على انه يواصل ايامه بحلم جنب حلم جنب حلم. الاحلام دايما تلاقيها ايه؟ هي اللي بتخلينا تساعدنا توصلنا لغايه بكره، لان من غير وجود حلم في حياتك عمرك ما هتنتظر الايام اللي جايه. فارجوكم اذا كان الحلم تايه من بعض الناس، ارجوكم ارجعوا مره تانية احلموا بهذه الاحلام الجميله اللي تخلي حياتنا افضل وتخلي عندنا اراده، لان الحلم اللي بيمتلك حلمه بيمتلك ارادته. باب رزق على الراديو 90-90 هواها مصري، اينما كنتم في اي مكان، وانتم بقى دلوقتي لو يعني حد واخد عربيته ومسافر رايح الساحل رايح اسكندريه في طريق في وسط البلد، ارجو اننا نفكر ازاي نواصل احلام جميله نقدر نعمل بيها حياه افضل. حلم صغير احمد بعت لي بيقول لي انا في السنه الاخيره من كليه الطب، والحقيقه حلمي جه من قلب الوجع لانه كنت بشوف امي وهي صغيره وهو صغير وهي بتتالم من السرطان ومش قادر يعمل لها حاجه، طفل صغير، فقرر انه
لما يكبر يدخل يدرس في كلية الطب وان هو يتخصص في يوم ما في علاج هذا المرض المؤلم الصعب الشرس. والله يعني احلام كتيرة بتتولد من الوجع لكن بتكمل وبتبقى احلام بتمسح بعد كده من ذاكرتنا الوجع والألم ده وبتبقى احلام جميلة. ارجو يا رب ان شاء الله يا احمد اتمنى انك تواصل بجد حلمك ده وتقدر تكون قد مسؤولية الوجع اللي توجعته وانت صغير وتقدر توصل لعلاج حقيقي لهذا المرض العنيف. ربنا يشفي كل مريض. حقيقة من الأحلام أيضا أنا معايا ضيف شاب في الاستوديو عنده ما كملش لسه هو في الثلاثينات يعني لكن لما خد بكالوريوس التجارة قسم محاسبة قاعد ينتظر وظيفة قال لا 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 مش هنتظر وظيفة أنا هتعلم حاجة أعمل بيها مشروعي أو أعمل بيها وظيفتي أو أعمل بيها مستقبلي. جمال أحمد أبو ضيف الحقيقة مسك حلمه بإيديه بيحب الشغلانة. كنت قاعد قبل الهوا بتكلم معاه بيحب الشغلانة جدا اللي هو هيكلمنا عنها وعمل مشروع ومشروع بيكبر سنة بعد سنة وبينجح ولسه الحلم الصغير بيكبر معاه خطوة بخطوة. جمال أحمد أبو ضيف أهلا بيك منورنا يا جمال. جمال يعني أنت بقالك كم سنة بدأت مشروعك في تصنيع البامبو؟ ما حد يعني فكرة أنك أصلا تفكر أن يكون مشروعك هو البامبو الحاجة المصري الحلوة دي. البامبو ده حاجة مصرية جميلة جات منين؟ والله هو الأول بداية المشروع عندي أن أنا ابتديت الشغل مع عمي في الغردقة سنة 2001 وانا حبيت المجال جدا جدا ان اللي خلاني حبيت المجال ان بعد التعب والارهاق اللي انا بشتغل فيه طول الفتره اللي انا بشتغل فيها في الاخر بحس ان انا يعني ابدعت الشغلانه ان انا انتجت حاجه كده بتخليني في الاخر ان انا مرتاح نفسيا يعني فده سبب حبي ليها يعني. يعني انت في 2001 ما كانش في بالك خالص انك تشتغل في موضوع البامبو ده لكن لقيته قدامك حبيته ابتديت تفهم سر الصنعه بتاعته. هو انا كنت قبلها كنت طبعا بشتغل في مجال السيلز وقعدت فترات جامده كبيره جدا ان انا بشتغل في حاجات كارير مختلف خالص عن اللي انا فيه بس لما دخلت الكارير بتاع البامبو من سنه 2001 ابتديت ان انا احبه وابتديت ان انا حطيت لنفسي هدف ان شاء الله بعد فتره معينه ان شاء الله ان انا يكون ليا مكان بتاعي خاص بيا وشغل خاص بيا. وعملت كده فعلا يعني ابتدى يبقى عندك ورشتك الصغيره ابتدى يبقى عندك منتج. انا شايف منتج جميل الحقيقه زي وزي يعني المستورد ويمكن افضل. ربنا يخليك يا فندم. والحمد لله طبعا كل ما الواحد بيجتهد كل ما ربنا بيكرمه والحمد لله احنا بنحاول ان احنا نوصل للافضل وفي نفس الوقت ان احنا بنستغنى عن موضوع ان احنا بنستورد من الخارج والحمد لله النهارده برضو بصدر لدول عربيه الحمد لله. طب والله برافو عليك يعني ده حاجه كويسه جدا اللي انا شايفه ده بجد منتج هنحطه دلوقتي على صفحتنا على 90 90 هنحط بعض الحاجات ونشوف كده وتقولوا لنا رايكم في المنتج اللي احمد لجمال بيعمله. جمال انا هكمل معاك كمان شويه واعرف بقى سر الصنعه تقول لنا سر الصنعه وانت جايب لنا النهارده كمان يعني معاك. شوفوا انا اصريت النهارده اننا نختار قصه حلم صغير نجح شبهنا يعني ما قررتش مثلا ان احنا احكي لكم حكايه ممكن ما حدش يقدر يوصل لهذا الحلم او تحقيقه. بالعكس شاب بسيط مصري هو قدر بنفسه ان هو يبدا يعمل مشروعه البسيط ده هيحكي لنا اكيد عن تفاصيل اكتر بعد شويه في باب رزق. ارجوكم كل واحد يفكر كده لانه مش بالضروره نعمل البامبوك يعني زي ما هو بدا جمال لكن قد كده نقدر نمسك في حاجه صغيره وتكبر معانا. جمال مستعد كمان شويه بقى ان تبدا لنا القصه من اول ان شاء الله. ان شاء الله. الراديو 90 90 هواها مصري في انتظار اي اسئله لجمال وفي انتظار اي حلم صغير تقدر تفكر فيه وشايف انك على بعد يعني خطوه كده وتخطفه وتقدر تحققه. في انتظاركم. الرزق في عملنا الصالح الرزق ده في راحتنا مع يسر الفخراني على الراديو 90 90. زي
زي ما قلت لكم امبارح لما بدأنا أول حلقة، عندنا حاجات كتير جدا إن شاء الله نعملها في باب رزق على راديو 90-90 هواها مصري. حاجات كتيرة من ضمنها إن شاء الله احكي فكرتك. احكي فكرتك دي هتبقى إعلان مجاني، فكل واحد بقى يفكر كده إيه الفكرة اللي عنده فعلا نفسه إن هو حد يسمعها ينفذها، يسمعها ملايين من الناس. هننزلها كمان على صفحتنا على الفيسبوك، وبالتالي يستطيع اي حد ان هو يقول والله انا عجباني الفكرة دي، انا عايز ادخل معاك شريك، تعالى اقنعني اكتر وندخل شركة ونبدأ ننفذها. احكي فكرتك، هتكون معانا من النهاردة. اي حد عنده فكرة عايز يحكيها، وكمان لما نبدأ ان احنا ناخد ميكروفوننا وننزل لكل الناس في كل المحافظات وكل المدن وكل الشوارع، نقدر نقرب من بعض ونحكي كمان الفكرة على الهواء مباشرة في باب رزق. لسه معايا في الاستوديو الأستاذ جمال أبو ضيف، شاب مصري ساب كل حاجة، ساب كل أي وظيفة وابتدى من الصفر بألف جنيه سنة 2007، وعمل ورشة صناعة البامبو، كراسي والترابيزات والحاجات اللي احنا بنستوردها بفلوس كتير جدا، هو عملها وبدأ بألف جنيه في 2007. جمال، من هنا نبدأ. في 2007 انت كنت اتعلمت الشغلانة وحبيتها وابتديت؟ تمام، انا كنت بدأت خلاص الحمد لله ان انا اخد فكرة كويسة عن الشغلانة، وبالمناسبة انا الفلوس كمان كنت واخدها سلف، يعني ما كانتش رأس مالي، بس انا كنت سالف الالف جنيه. ده رقم كبير برضو، الالف جنيه ده انت هتستهون بيه ولا؟ فابتديت ان انا اشتري المنتج جاهز وبورده للفنادق. بس طبعا في الاول بما ان لسه ما فيش خبرات، او ما ابتديت اول اوردر ان انا استعجلت فيه، فوريدي ان انا خسرت فيه. بس مع الوقت طبعا الواحد ابتدى ان هو يتعلم والحمد لله. انت الخامات بتجيبها منين بقى؟ الاول احنا كنا بنستورد الماتيريال من الصين، والبامبو الطبيعي كده كده، كل البامبو الطبيعي من اول لاخر، لانه في نوعين، في البامبو الطبيعي وفي الرتان، فكله كان بيستورد من الصين. النهارده الحمد لله انا عندي المكن اللي انا بصنع فيه الرتان. يا سلام، طب ده حلو. جبت المكن استوردته وبقيت بتصنع انت؟ لا، المكن كمان صنعناه في مصر هنا، مهندس مصري شاطر بصراحه صنعنا المكنه هنا. ورحت له انت بالفكره؟ يعني انت كده بتقول لي حاجات جميله والله بتفرحني. رحت له بالفكره، قلت له دلوقتي الحاجات دي احنا بنستوردها، انا عايزك تعمل لي مكنه تعمل لي الحاجات دي بدل ما نستوردها. انا كنت سالت عليه وكنت عارف بالفعل ان هو كان مصنع كذا مكنه قبل كده، فقلت اروح اشوف الجوده بتاعت المكنه، ورحت وعملت تيست على مكنه من ضمن المكن اللي هو كان مصنعه، ولقيت ان هي بتطلع نفس الكواليتي اللي انا محتاجها، وابتدى ان هو يصنعها لي. يعني بتجيب الحاجه خام، المكنه دي بتحولها انا بشتري البلاستيك بيور زي الخرز كده، وبحطه في المكنه وبيطلع لي اللي هو الشرايط الرتان اللي انا بناء عليه بلفها على الشاسيهات. طب والبامبو الطبيعي بقى بتجيبه منين؟ البامبو الطبيعي لغايه النهارده احنا لسه بنستورده. احنا بلدنا ده بتاعنا هنا البامبو ده المفروض، بس ما بيبقاش بنفس المتانه، لان هو بيتزرع بره على مياه الصرف، فمحتاج مساحات كبيره ومحتاج مساحات واسعه، والدوله لو فكرت ان هي تزرع البامبو هنا في مصر في اماكن كتير يزرع فيها وهتوفر علينا، لان احنا استوردنا في سنه 2010 بما يعادل 1.3 مليار، بس مليار مصري مش دولار. رقم كبير يعني، انا لو قدرنا نعمله هنا ده حاجه عظيمه جدا. طيب قبل ما نطلع بس فاصل، عايز اسالك، انت بتعمل تقريبا المنتج عندك كام واحد بيشتغل دلوقتي في الورشه؟ انا حاليا لغايه دلوقتي في الورشه 14، وفي ساعات ممكن بنوصل لغايه 22 و23 واحد. ما شاء الله، بتديهم فلوس كويسه، بتطلعوا بفلوس كويسه يومياتهم، لان انا شغل عندي نظام بالانتاج، فبيبقى بالمنتج بالكرسي او بالترابيزه او بالكنبه. والنهارده معايا شباب من سن 16 لغايه سن 29 و30 سنه، وممكن يومياتهم. حابين الشغلانه ولا حد بيقعد يقول لك انا يعني مش بيشتغلها كده؟ بيحب اللي بيجي بيشتغل بحب. هو اللي بيبقى عايز يشتغل بيشتغل، لان في طبعا شباب بتبقى عايزه شغل فبتيجي، دي موجوده معايا بقالها سنين. وفي شباب النهارده اللي هو جاي عايز النهارده اللي هو يطلع يوم النهارده ياخده يصرفه وبعد كده يبتدي يدور. السلام عليكم. خلاص طيب، وانت بتطلع قد ايه تقريبا كل يوم كمنتج؟ يعني بتطلع اطقم ايه؟ بتطلع كام كرسي؟ بتطلع كام كنبه؟ ورشتك، خلي بالكم يا جماعه انا بتكلم لسه على ورشه صغيره. احنا نعتبر ورشه صغيره، مثلا مساحه 70-80 متر، بنطلع يعني انا عندي طلبيات بتجيلي مثلا بطلع بالظبط في حدود 14 طقم اسبوعين.
14 طقم اسبوعيا وفي جزء منهم بيتصدر ولا في الجزء بتاع التصدير انا صدرت 3-4 مرات بس حاليا الشغل اللي احنا فيه حاليا ده هنا في القاهره. عظيم. خلينا في الفصل الجاي بقى نتكلم عن اللي يحب الشغلانه دي يحب يبدا مشروعه في اي مكان في مصر. جمال ورشته الصغيره 70 متر دي في فيصل في الليبيني. فاذا نستطيع اننا يبقى عندنا 100 ورشه بامبو في مصر مفيش مشكله ان شاء الله. جمال في الفصل اللي جاي يكلمنا ازاي نقدر تبدا حلمك الصغير بورشه بمصنع صغير مش هسميها ورشه كمان بمصنع صغير وتقدر تعمل مشروع بتاعك انت شخصيا. الراديو 90 90 هواها مصري و اكتبوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك هتلاقي منتجات جمال كمان قول لنا رايكم فيها ايه عشان نشجعه. في رقبتك في ناس تسابوا يا تساعد حد يا تدعي له. باب رزق على الراديو 90 90. باب رزق على الراديو 90 90 هواها مصري و انا بجد مبسوط من رسائل حضراتكم جدا من التفاعل الجميل اللي بيحصل من اليوم التاني لبرنامجنا باب رزق. وضيفي في الاستوديو جمال ابو ضيف عنده 38 سنه وزي ما قلت لحضراتكم لو حد لسه بادئ دلوقتي يسمعنا هو شاب خد بكالوريوس التجاره وبعدين قرر ان هو يبدا حلمه الصغير فبدا في 2007 مشروع تصنيع الكراسي والترابيزات والحاجات البامبول اللطيفه دي ب 1000 جنيه والنهاردة ما شاء الله يعني داخل على ورشة كده مصنع صغير هو 70 متر برضو بس تقريبا يعني بتتكلم في نص مليون جنيه حاجة جميلة جدا ربنا يبارك له. وزي ما قلت لحضراتكم دايما هنحكي وهيكون أبطالنا حكايات ناس شبهنا نقدر أننا يعني يلهمونا أننا نبدأ مشروعنا يبدأ حياتنا نطور نفسنا. جمال أنت قلت لي دلوقتي الحمد لله بتصدر بره. الحمد لله. تصدير بره بداته ازاي؟ لان نقطه مهمه جدا انك يبقى عندك سوق بره مصر. هو التصدير بره جه عن طريق ان في شركه بتيجي بتتعامل معايا ان هي طلبت شغل السبيطه بساكت وحاجات للفنادق الخارجيه وكراسي برضو اطقم لفندق كده في يعني انا صدرت للسعوديه وصدرت للعراق وصدرت للكويت وصدرت للامارات. فالشركه بتطلب مني المنتج الاول وكانت بتاخده وهي بتصدره دلوقتي بقيت انا المسؤول المباشر عن التوريد كله من اول لاخره يعني. برافو عليك كويس جدا. وانت عندك قلت لي في حوالي 22 حد بيشتغل في المصنع الصغير بتاعك 70 متر ان شاء الله موجود بنوصل لغايه عدد 22 وربنا يكرم الناس كلها والشباب كلها وتشتغل يعني ان شاء الله. شايف ان الموضوع اكيد بذلت فيه جهد كبير جدا وصعب جدا بس مش مستحيل. لا هو مش مستحيل ان انا كنت باجر الكمبروسر في اليوم ب 30 جنيه النهارده الحمد لله انا عندي معدات فوق مثلا النص مليون جنيه. والاهم من ده كله انت ايه خطواتك انت عايز توصل لفين ما تخليش اي طبعا ما فيش حاجه بتمشي ستريت ما فيش حاجه بتمشي مره واحده لازم كده كده بتقابل مشاكل فخلي المشاكل اللي هي تقابلك ديت اللي هي السلمه اللي هي تطلعك لفوق. كلام هايل ولما يجي منك ما يبقاش كلام انشا يبقى كلام حقيقي لانه صاحب قصه نجاح بدأت في 2007 زي ما قلت لحضراتكم. وعايز أسألك بقى هو إيه الفرق بين المنتج اللي أنت بتعمله في ورشتك الصغيرة اللي في فيصل 70 متر وبين الحاجات اللي إحنا بنشوفها مستوردة؟ هو الأول بصراحة عشان خاطر ما كانش عندي خبرات كتيرة كان هم طبعا كان المنتج اللي بيجي من الصين فكان كله بيقول أنا عايز أستورد صيني وبتاعه الشكل حلو والستايل بتاعه جميل وأرخص. وكان أرخص فالنهارده طبعا بالنسبه لنا القصه بعد موضوع التصنيع ان احنا ابتدينا نوصل لنفس الماتيريال هو وبنوصل لنفس الجوده وبالعكس كمان يعني الحمد لله النهارده مش جمال لوحده في حد برده كمان في مصر بيعمل جوده وكواليتي اعلى من الصين بمراحل. عظيم. والسعر منافس جدا جدا يعني احنا يعتبر دلوقتي احنا السعر بالنسبه لنا احنا اقل من السعر من السنه بكتير يعني. اسالك سؤال حالم شويه يعني هل ممكن البامبو انا اللي اعرفه ان البامبو بتتكلم في ترابيزه في انتري في الحاجات هل البامبو وصل لانه ممكن يفرش بيت بالكامل لاثنين بيتجوزوا في مقتبل العمر فيبقى مناسب للسعر او حاجه ولا ده لسه؟ البامبو النهارده انا عملت منه السفره عملت منه النيش عملت منه غرف نوم صنعت مهم النيش ده النيش ده مهم جدا جدا حاجه اللي احنا ما بنجيش جنبي خالص عملت منه التربوهات اللي هي بتستخدم للمطابخ
يتعمل منه اللمبادير وتعمل منه أباجورات وتعمل منه يعني النهاردة ممكن الفرش المنزل كله من أول آخره بالبامبو. عظيم. السؤال بقى اللي بعده، لو فرشنا من الأول لآخره تقريبا ولمناه كده يكلف كام؟ لو حد بادئ حياته اوضتين وصاله كده وبتاع ولم الدنيا، هو كتكلفه النهارده بالنسبه لسعر السوق هو ممكن يقارب ليه او يعني ممكن يقل برضو درجات صغيره، بس انا بتكلم بقى كمان كالستايل وكشكل وككواليتي هيبقى اعلى بكتير. طبعا اعلى بكتير، بس ممكن يعني يساهم في انه نبدا بيه، يعني نغير كده ثقافه الحاجات الكتيره اللي هو الروتين العادي. طبعا الروتين العادي. بص انا قدامي دقيقه واختم برنامج، عايز ارحب بيك قبل ما اختم مره تانية وثالثه وبقصتك الحلوه، لكن لازم كل ضيف بقى هيجي لي ما يعني ايا كان هو مين لازم اتفاوض معاه على حاجه، لازم ناخد حاجه في الصندوق نحطها في صندوق باب رزق. وبما انك انت عندك مصنع صغير وورشه، احنا محتاجين فرص تدريب لاي حد بيسمعنا ويتمنى يكون يتعلم حرفه البامبو، هل لديك هذه الفرص؟ ان شاء الله باذن الله موجود. يعني نقول للناس كام فرصه و يعني هم هيتواصلوا معانا على صفحتنا على راديو 9090 يكونوا قريبين من الجيزة، يعني كل ساكنين من الجيزة الهرم او فيصل او الجيزة يعني. فوفر لهم بقى كام فرصة تدريب؟ ممكن اربعة او ستة. مش معنى اربعة او ستة بخمسة خمسة او يعني عشرة اربعة او ستة. طيب هو ممكن يعني الواحد لو جيت بكرة كده اتعلم انا الحكاية دي اخد كام يوم كام ساعة تدريب؟ بص اقول لك حاجة، انا اللي بيجي بيبدأ عندي ببداية هو بيتدرب، ببدأه الاول انا بخليه مرتب شهري 1500. ده فلوس، انا بتكلم على كم وقت؟ لا كوقت ما يعني قد ايه ابقى صنايعي شاطر؟ بنسبه ذكائه وبنسبه ايده ان هو يكون حرك في الشغل مش هيكمل 3 ايام. 3 ايام هديله اساسيات الشغل. عظيم. امتى يقدر؟ واعتقد انك انت من الشخصيات اللي ممكن تساعد حد يبدا يعمل مشروعه الخاص، امتى ياخد تدريب قد ايه ويبدا يعمل ورشه كده في مكان، في اي مكان، في الصعيد وفي بحري وفي يعني نبدا نعمل المصانع الصغيره دي؟ ممكن خلال 3 شهور بكتير يبدا يعمل مشروع ان شاء الله، وبرده بارقام بسيطه كده باذن الله ان شاء الله. اذن جمال ابو ضيف، هو ابو ضيف وهو اول ضيوفي في باب رزق، قصة بسيطة نقدر اننا نبص على التفاصيل الصغيرة الحلوة اللي فيها ونقدر نبدأ ان كان مشروع بامبو او اي مشروع اخر، لكن ازاي نبدأ بألف جنيه وبحلم وبطاقة وبقدرة وبحب وإرادة نحول هذا المشروع لحاجة كبيرة زي ما جمال عمل. إنسان شاب مصري بسيط جدا جدا جدا، حالم جدا جدا، طموح جدا. إيه طموحك اللي جاي بقى؟ إيه السقف اللي أنت عايز توصله؟ إن شاء الله مصنع طاقة شمسية بإذن الله ما لا يكون عن 100 عامل إن شاء الله. مصنع طاقة شمسية ده موضوع تاني إن شاء الله. طيب ده لا نتكلم فيه بقى في حلقه تانية ان شاء الله باذن الله. ربنا يكرمك، ربنا يوفقك. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ارجو تكون حلقتنا النهارده يعني بدانا خطوه اخرى في طريق اننا نبص على الحاجات الحلوه اللي في حياتنا. زي ما قلت لحضراتكم احكي فكرتك، هتكون معانا في اي وقت، بعتولنا احكي فكرتك، ربما تجد فكرتك منفذ لتنفيذها وتبقى مشروعك وحياتك الجديدة. شكرا لحضراتكم. الراديو 9090 باب رزق هواها مصري، كنتم مع يسري فخراني.